انت؟ ايوه انا. انت هنا بتعمل ايه؟ جاي اتفقد سير العمل في المتحف. ودخلت هنا ازاي؟ انت بتطاردني؟ اطلع بره لاندهلك الامن. انت بتطردني من بيتكو؟ انا هنا في ملكيه عامه، وبعدين بيقولوا القمر ده شبهي، فقلت لو كده اخده. مش كفايه اللي انت عملته فيا كمان حرامي؟ مستحيل اخليك تعمل اللي انت بتفكر فيه. انا ما بفكرش، انا بنفذ. ده انت حرامي محترف بقى. يعني وريني يا عم المحترف هتعمل ايه. ما تحبكيهاش بقى زي سعيد، اعتبريها تبادل ثقافي ما بين الشعوب، وانا واحد من سفر التبادل ده. اسمعيني يا جميله، انا بحبك، تعالي معايا. سعيد مش هينفعك. سعيد انت سكت ليه يا سعيد؟ انت اللي هتقدر تمنعه. ادفعي. خلاص خلاص يا جميله، سعيد ما ينفعش للزمن ده، ولا هيقدر يعمل حاجه. صدقيني يا جميله، صدقيني، انا حازم، حازم اللي عايز يسعدك ويبدل لك ورق جوابات سعيد لورق بنك نوت. حازم ده ملوش وجود في حياتي، وانا اللي حبيته في حياتي كان سعيد من ايام المدرسه. يعني سعيد انت بالسعيد؟ حازم ده اللي ملوش وجود، انا اللي حبيته هو. ساكت ليه يا سعيد؟ بحبك انت يا سعيد. فلنكتفي بهذا القدر. الحمد لله، الحمد لله. بيدي الهدف وصل. منطقة ايه؟ تقاطع 14000. كان هنا امال يا خالي؟ مفيش جنس بني ادم يعرفنا في المكان ده. مش عارف انت جميلك ازاي يا دكتور. هاي دكتور نايم. صدقت كلامي؟ ادي اللي انا كنت خايف منه. زمان حسين قال لهم على كل حاجه. يعني انا كده البوليس بيدور عليا؟ البوليس بيدور عليا يا خالد. والتهمه سرقه المتحف المصري. انا عارف، ما انا عارف انها سرقه. ما انت بتذلني، انا مش عارف اللي بيحصل لي ده بيحصل لي ليه. ياما ما قلت لك ما سمعتش كلامي، قعدت تكبر في حازم بضعفك لغايه لما ضوافره كبرت، واول ما ابتدى يخربش خربشك انت. دكتور نعيم. نعم الله عليكي. هو ده المكان اللي انت قلت لي محدش يعرفنا فيه؟ اهو بيبعتوا لنا دليفري اهو. هذا انا عايزه اعترف لك بحاجه جامده. انت ما تعترفيش بحاجه خالص، انت سيبيني انا اعترف. انا عايز اقول لك ان انا في سر كبير قوي مخبيه عليكي. انا بحبك قوي، انا بحبك قوي قوي يا جميله. انا مش جميله، انا مش جميله اللي انت حبيتها من وانت صغير يا حازم، ولا انا اللي بعت لها 151 جواب، لكل جواب فيه 21 سطر، كل سطر فيه 20 19 كلمه. 19 كلمه.
والمجموعة 6242. مش أنا جميل. يا دي المصيبة، الواد اتنكس تاني. أمال أنت مين؟ أنا جميلة بنت خالتها. حازم أنا آسفة، أنا آسفة، بس أنا والله أنا حبيتك بجد، ما كانش ينفع أخدعك أكتر من كده. يبقى أنا لازم أروح أعترف لها. مش هينفع يا حازم، مش هينفع. جميلة من ساعة ما خرجت البيت وراحت المتحف وحصلت حادثة السرقة وإحنا ما نعرفش حاجة عنها. شفت؟ شفت؟ مفيش غيره جهزوا العروسة ولبسوها أحلى فستان فرح. جو حبيبي، العروسة جاهزة وإحنا مستنيينك.